كابتن اسلام كان عندك بعض التعليقات المهمه على اللقاء النهارده، وكان عندك برضو يعني تعليقات عن قوام الفريق وتشكيل الفريق. تمام، مبروك طبعا لفريق السيدات، الفرحه حلوه والمكسب جميل. الشوط الثالث والرابع اداء مختلف تماما، نوعا ما كان متوقع انه يمشي بالشكل ده. نخش بقى في تفاصيل الجيم اكتر. من ضمن الحاجات اللي كنت عايز اقولها، احنا كنا قلنا في الاول ان الروتيشن عندنا احسن، فنقدر نجري ونقدر، فما بالك بقى ان احنا كمان دين عمرو كابتن قائد الفريق ما لعبتش كده. كانت بره كمان، احنا لما قلنا ذكرنا المصابين في الاول ما قلناهاش، احنا ما عندناش معلومه ان هي مش هتلعب، بس هي حصل لها مشكله امبارح، تعبت وعندها حساسيه ودخلت عملت جلسه تنفس. المعلومات دي كلها عرفناها دلوقتي، فدي برضو يعني قللت الروتيشن اللي ممكن كابتن علي يعتمد عليه وهي كابتن فريق والعناصر المهمه جدا. بس تواجدها بقى وسط، لو تتفرج حتى احنا شايفينها على البنش مع الفرقه بتشجع وبتأذي الفرقه، ما حسيناش انها مصابه، ما احنا مش عارفين، ممكن يكون مثلا في مشكله في بتاع، احنا مش عارفين ايه السبب، لكن ايا كان السبب احنا شايفينها هي كابتن فرقه. هنا بقى دور كابتن الفرقه، يعني فعلا دور كابتن الفرقه ان هو مش لازم يكون بيلعب، يعني مش لازم يكون بلعب وليا دور عشان خاطر اذي الفرقه او ادي تعليمات او لا، وممكن يكون اسباب فنيه اقعد ما فيش مشكله، لكن اقوم بدوري ككابتن فرقه. فبحييها تاني وببارك لها، ودي يعني نتيجه طبيعيه للجو اللي احنا شايفينه. صحيح، لما يبقى فيه الاجواء دي فوضع طبيعي ان انت لازم يبقى الاداء كده والنتيجه كده. صحيح طبعا.